بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعتبر جال الاستحمام أو الشاور جال من أساسيات العناية بالجسم والجلد، حيث يساعد جال الاستحمام على الشعور بالانتعاش، كما يعمل على ترطيب الجلد وإكسابه المرونة والرائحة المميزة. وأفضل أنواع جال الاستحمام هي التي تحتوي على خلاصة الزيوت الطبيعية، والتي تحمي الجلد من آثار المواد الكيميائية الضارة وتحافظ على شباب الجلد وحيويته. يمكننا عمل أنواع كثيرة ومختلفة من جال الاستحمام فقط بالبيت بروائح مختلفة ومكوناتها الطبيعية حسب نوع البشرة وبطرق بسيطة جدا. سبق وعملت جال شاور في قناتي، والجال لهذا اليوم سيكون بالأسكينول. نستغل موسم البرتقال، وكذلك لمحبي الليمون يمكنهم استخدام شاور جال بأسكينول الليمون، أو يمكن مزج أسكينول البرتقال مع أسكينول الليمون لعمل أحلى وأجمل شاور جال. الطريقة: أولا، نأخذ أي نوع صابون معطر مناسب أو تحبينه أنت. نقوم ببشره في المبشرة الناعمة جيدا، نقوم باستخدام المبشرة الناعمة، نبشر جيدا الصابون، هنا أخذت نصف الصابون فقط، ونضعها في إناء، ثم نأخذ 2 كوب من أسكينول البرتقال. إذا استخدمت كامل الصابون استخدمي 4 أكواب من أسكينول البرتقال، ونضعه على نار متوسطة يقلب حتى يذوب الصابون جيدا. وبعد ما يذوب الصابون نضيف 1 ملعقة شاي صغيرة من زيت الليمون. طريقة كذلك عمل زيت الليمون متواجدة بالقناة، 1 ملعقة شاي صغيرة فقط من زيت الليمون. طبعا يضاف للصابون الزيت المناسب لنوع البشرة، مثلا زيت مثلا صاحبات البشرة الجافة جدا أنصحهم بإضافة الزيت العطري زيت اللافندر، رائع جدا لصاحبات البشرة الجافة. صاحبات البشرة الحساسة أنصحهم بزيت الكاموميل أي زيت البابونج. صاحبات البشرة الدهنية أنصحهم بزيت النعناع أو زيت الروزماري. طبعا هذه الزيوت عطرية للجال ومناسبة لكل نوع بشرة. كذلك صاحبات البشرة الدهنية يضيفوا زيت الليمون أو زيت البرتقال. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بعدما ذاب الصابون، ونترك هذا الصابون حتى يصير كثيف مثل الجال. إذا لاحظت أن قوام الخليط أصبح سميك بعدما يبرد، فيمكننا كذلك إضافة كوب آخر من الأسكينول. ووضعه على النار مرة أخرى حتى يذوب. لاحظي معي أنه أصبح سميك حسب نوعية الصابون المستخدمة، ونضعه على النار مرة أخرى حتى يذوب ويصبح قوامه مثل الجال شاور. هذا بعد ما جهز الجال، جال الاستحمام، نقوم بعد ذلك بتعبئة الجال في عبوة الشامبو أو الشاور جال الفارغة، أو الأفضل أن يكون في برطمان زجاجي.
نعبئه بهذا الشكل، ويمكننا استخدامه أثناء الاستحمام. هذا الشاور جل عفوا آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك الرجال يمكنهم استخدامه وبكل أمان. طبعا هناك بعض النصائح عند استخدام الصابون في الشاور جل. يجب معرفة نوع بشرتك الأول قبل شراء الصابون حتى تحافظي على جمال بشرتك. فإن كانت البشرة من النوع الجاف جدا، يجب اختيار صابون بكريم مرطب. طبعا يجب شراء مستحضرات من أماكن موثوقة فيها منعا للغش التجاري والذي تقع البشرة ضحيته. هذا الجل الاستحمام لا تستعمليه في غسل المناطق الحميمية، لأنه يزيد الالتهابات والحساسية ويغير الوسط الحمضي للمهبل. صلاحية هذا الجل أسبوعين كاملين في مكان جاف وبارد. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.